الهدف. يوليو هو اليوم الذي ازدادت فيه عماننا نورا وازدادت فرحا وسرورا بنهضتها المباركة وإشراقته علينا. بهذه المناسبة نحييكم. في هذه الأيام الفضيلة وليالي الشهر الفضيل نسألك يا الله أن تحمي عماننا وأن تحمي راعيها وولي أمرها، فنحن بالتأكيد نحبه وكلنا نحبك، والله نحبك يا مولانا وقائدنا. نحييكم مشاهدينا بحلقتنا لليوم من برنامج هدف. اليوم حلقتنا مميزة بتميز هذا اليوم الفضيل وهذه الليلة الفضيلة التي نسأل المولى عز وجل أن يحمي قبس السلطنة وقائد نهضتها المباركة. حلقتنا استثنائية وبها وبكم نزهو بإذن الله ونستمر بالعطاء. مشاهدينا اليوم عندنا 6 متسابقين راح يتنافسوا بمباراة، وإن شاء الله هذه المباراة تكون مباراة قوية تجمع ما بين الفرق الاثنين الموجودين معنا باستوديو برنامج هدف. نتمنى لهم التوفيق ونبدأ معاكم بالتعرف عليهم. نبدأ مع الفريق الأزرق. محمد العامري موظف في شركة تنمية النفوما. يا هلا مرحبا فيك محمد. المشترك الثاني. محمود العوضي موظف في شركة تنمية قطاع عمان. يا هلا مرحبا فيك. المشترك الثالث. سيف بن عبد الله العزري موظف في شركة تنمية نفط عمان. يا هلا مرحبا فيك. نتعرف على المشتركين الثلاثة اللي راح يمثلوا الفريق الأحمر. المشترك الأول. إبراهيم مبارك حبيب الهادي موظف بالمحكمة الابتدائية. يا هلا مرحبا فيك معنا. أما المشترك الثاني. عامر بن سيف الهادي موظف وزارة الأوقاف. يا هلا مرحبا فيك. المشترك الثالث. أحمد مرهون الهادي طالب في الجامعة الألمانية. يا هلا مرحبا فيك معنا في برنامجنا وحلقتنا لليوم من برنامج هدف. راح نبدا معاكم ان شاء الله ونطلب منكم انكم تتفضلوا معنا. نطلب من كابتن الفريق الازرق وكابتن الفريق الاحمر انهم يتفضلوا معنا لمنتصف الملعب لاجراء القرعه. مين راح يختار؟ نبدا معك. تفضل معك. الخنجر. الخنجر. اذا نبدا معاكم. اذا طلع الخنجر راح تكون الهجمة مع الفريق الأزرق، أما إذا طلعت الخمسين فراح تكون الهجمة مع الفريق الأحمر. بالتوفيق. خنجر، إذن الهجمة الأولى بإذن الله راح تكون مع الفريق الأزرق، تفضلوا لمواقعكم وأنا راح أنتقل لموقعي لبداية الحلقة.
مشاهدينا الكرام، راح نذكركم بتفاصيل وقوانين مسابقتنا لليوم. مسابقتنا هي عبارة عن مباراة كرة قدم، وهذه المباراة إن شاء الله راح تقام على ملعب كرة قدم افتراضي. الملعب راح تتوسطه كرة قدم افتراضية. المطلوب من كل فريق أنهم يجاوبوا على أكبر قدر ممكن من الأسئلة للوصول بأسرع وقت ممكن لمنطقة جزاء الفريق المقابل. مستعدين؟ بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق، ولكن أذكركم أن كل ما وصلتوا لمنطقة جزاء الفريق المقابل راح ننتقل مباشرة لاستاد الشرطة بالوطية لتسديد ضربات الجزاء. اليوم راح يمثل الفريق الأزرق كابتن أحمد خميس كهداف، وحارس المرمى محمود الخضوري. أما الفريق الأحمر فراح يمثلهم اليوم إن شاء الله سيف الحبسي كهداف، وحارس المرمى عيسى الوهيبي. كل هدف تسجلوه راح يزيد برصيدكم 300 ريال، وكل مربع تتقدموه راح يزيد برصيدكم 50 ريال. اليوم حلقتنا استثنائية، وجوائزنا إن شاء الله راح تكون كثيرة بمناسبة 23 يوليو يوم النهضة المباركة، فنتمنى أيضا تكون المباراة مباراة استثنائية. نبدأ معاكم إن شاء الله مع الهجمة الزرقاء وصافرة البداية. نشوف السؤال الأول للفريق الأزرق. في أي عام تسلم السلطان قابوس جائزة السلام من الجمعية الدولية الروسية؟ 2007، 2008 أو 2009؟ 2008. للأسف الإجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة 2007. الهجمة الأولى متعودين أنه يكون فيها إخفاق، ولكن إن شاء الله تعوضوها بهجمات قادمة. نواصل معكم وننتقل لهجمة حمراء. نشوف السؤال الأول للفريق الأحمر. في أي عام انضمت السلطنة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؟ 72، 82 أو 92؟ 72. إجابتكم صحيحة، وتتقدموا معنا خانتين بأي اتجاه؟ الأمام. إلى الأمام. يا ترى إيش مخبيلكم المربع؟ خلونا نشوف. إن شاء الله اليوم الكرة تكون كريمة. تراجع خانتين إلى الوراء وخانة إلى اليمين. للأسف الإجابة كانت خاطئة. نواصل وننتقل. عفوا، كان قصدي أقول إنه للأسف الحظ ما كان معاكم. راح نواصل الحين ونشوف سؤال جديد. من هو مؤلف نشيد السلام السلطاني العماني؟ محمود العيسري، ذياب بن صخر العامري أو توفيق عزيز؟ توفيق عزيز. الإجابة صحيحة، ولكم ثلاث خطوات. الأمام. الأمام. للأمام. يا ترى شو مخبية الكرة بهذا المربع؟ خلونا نشوف يا بعض. توقف عن اللعب. لا، مثل ما قلت قبل شوية الظاهر حظكم اليوم قليل مع الكرة، ولكن إن شاء الله حظكم يكون أفضل في الهجمات القادمة. راح تتوقف الحين عن اللعب وتنتقل الهجمة للفريق الأزرق. نشوف السؤال الأول للفريق الأزرق. في أي مدرسة عمانية تلقى السلطان قابوس حفظه الله تعليمه الابتدائي؟ السعيدية. الإجابة فعلا صحيحة، ونتقدم ثلاث خانات. للأمام ولا؟ للأمام. إيش مخبيت لكم الكرة الحين؟ الحين نحن في خط الوسط، وعادة خط الوسط يكون كريم نوعا ما. خلونا نشوف إيش مخبي لكم. انتقل خانتين إلى اليمين. يعني تقريبا ما صار عليكم شيء، مجرد أنكم انتقلتوا من هذا المربع إلى مربع آخر وراح تواصلوا بنفس المسار. نشوف سؤال جديد.
في أي عام أنشئت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ عام 1990، 1991 أو 1992؟ 92. الإجابة صحيحة ولكم خانتين، بأي اتجاه؟ للأمام. نشوف ايش مخبت لكم الكرة. ارجع إلى نقطة البداية. راح نرجع لنقطة البداية ولكن الهجمة تظل معاكم ونواصل. وراح نشوف سؤالكم التالي. سفينة أبحرت عام 2010 إلى سنغافورة معتمدة على الرياح الموسمية. زينة البحار، جوهرة مسقط أو شباب عمان؟ جوهرة مسقط. جوهرة مسقط. الإجابة صحيحة. نواصل. كيف حابين تحركوا الكرة؟ إلى الأمام. إلى الأمام. ثلاث خطوات إلى الأمام، وصلنا الحين أقرب لمنطقة جزاء الفريق الأحمر. خلونا نشوف إيش مخبت لكم الكرة. هم الخانات الثلاثة اللي تقدمتوها راح تتراجعوها من الحين. ونرجع مرة ثانية لنقطة البداية. ولكن حلو في الموضوع إنه قاعدين تكسبوا 50 ريال على كل مربع. لحد الحين صار رصيدكم 400 ريال، والفريق الأحمر رصيدهم 250 ريال. فأنتوا ماشيين بشكل سليم وإن شاء الله تقدروا أنكم تكملوا هالهجمة. نشوف سؤالكم التالي. مستشفى أمر جلالة السلطان بإنشائه يتوسط ولايتي لوا وشناص. مستشفى المسرة، مستشفى الرحمة، ومستشفى أو مستشفى النجاة. مستشفى النجاة. لكم خانتين. نتحرك إلى اليمين. إلى اليمين أو إلى الأمام. إلى الأمام. خلينا إلى الأمام أحسن. نتحرك خطوتين إلى الأمام. نشوف إيش مخبي لكم المربع. تراجع خانتين إلى الوراء وخانة إلى اليمين. لا، الظاهر إن أنتوا وايد راح تعلقوا عند خط الوسط. كل ما تقدمنا شوي رجعنا لخط الوسط. بس معنا مشكلة في الشاشة. بناخذ فاصل قصير وإن شاء الله راح نواصل هجمتكم من بعد هالفاصل. واضح جدا أني إنسانة هادئة ولست مجنونة بالتسوق إلا قليلا، ولا أرتاد المطاعم إلا أغلب الأوقات. أحب أن أبقى لوحدي لكن مع العائلة. الرياضة ليست في بالي بل في دمي. الأفلام لا تستهويني إلا مرتين في اليوم. ابدأ قصة حياتك في أكويا درايف، أرقى ممشى تسوقي في دبي على امتداد 1.3 كيلومتر. دمك، عش حياة الرفاهية. من هنا تبدأ أسطر الحكاية. تقاليدها راسخة كالجبال. أصالتها مضرب مثل في كل مكان. بساطتها ليس لها مثيل. لا حدود لكرمها.
حاضرها مشرق متجدد. مهرجان صلالة السياحي 2014 من 30 من يوليو إلى 6 من سبتمبر. ستمائة فدان هتغور من على ظهر الدنيا مجهور. خلوفتك بنات كنت والد 7 سنين واقول للجمل اللي كدك 20 مرة نخ نخ. انا اخر حتى منك انا طول في عيني طولة واحدة بس احس اني عايشة وربنا راضي عني. باين عليك يا ولدي ما تعرفش انا مين. جايبنا تقلب في القديم؟ اقعد على حيلك. اقعد. شتمته قدام الرجال وكسرت عينه. اسكت يا زهر. اسكت يا سكن وسطك. تدلع. كبيرة وشقاق ما تكفي منك اليوم. يعني عندهم ايه سلوى؟ لا متغير. شلونها؟ ويا شلونها؟ انت تاكل شلونها؟ مساء النور. ايش هالبنات اللي كلها داجين؟ يلبوكم ركضوا شويه. بنت تتحدى عمرها 20 حياتها بتغير، واذا ما تغير حياتها للافضل بعدين تقول يا ريت يا ريت. اي اتوقع بديت افهم قصدك شو يقول. على فكره يا مريم انا مش هقدر اطلع معاكي، انت عارفه الموضوع ده حساس ومحرج. واثقة فيه أنا أطلع عليه بروحي؟ أكيد عليك، أنا احتاجت وقعت. أتسألني على حبك أنت من أنظر أي حبك. وهذا اليوم المبارك 23 يوليو المجيد نحييكم في حلقتنا التي ما زالت مستمرة معكم وبرنامج هدف. وحلقتنا اليوم حلقة استثنائية حيث أن راح تكون جوائزنا أكثر وسحوباتنا أكثر. عودناكم كل يوم نسحب على 3 أرقام ولكن اليوم إن شاء الله راح نسحب على 10 فائزين. كل فائز منهم راح يفوز معنا ب200 ريال، وفي نهاية الحلقة راح يكون عندنا سحب إضافي على 1000 ريال. فبالتوفيق للجميع وإن شاء الله تفرح تعم الجميع. إلى الآن نتيجة المباراة ما زالت تعادل سلبي. لحد الحين ما قدر ولا فريق أنه يكمل ولا هجمة. لحد الحين الكرة تتمشى يعني كذا في وسط الملعب، تروح شوي يمين شوي يسار، ولكن أكثر شيء قاعدين نلعب في خط الوسط
ولكن نتمنى إن شاء الله من خلال الهجمات القادمة أن نحقق هجمات أفضل ونسدد أهداف أكثر إن شاء الله. الفريق الأزرق رصيدهم 500 ريال، الفريق الأحمر رصيدهم 250 ريال، وإن شاء الله راح نكمل برنامجنا ونكمل حلقتنا ونشهد من هنا لحد نهاية حلقتنا أهداف كثيرة، لأنه نبغى اليوم تفوز بمبلغ كبير إن شاء الله. ننتقل معكم الحين مشاهدينا الكرام للفقرة المخصصة بالاتصالات، خليكم معنا واستعدوا، راح نبدأ باستقبال اتصالاتكم معنا. ناخذ أول اتصال معنا. السلام عليكم. مرحبا زوينة، أهلا، شخبارك؟ الحمد لله، شخبارك؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. كيف الحال؟ كل عام وانت بخير. أول شيء وانت بخير وفي حال سلام. عندك كلمة حبيت تقوليها بمناسبة يوم النهضة المباركة؟ حبيت أهني أبوي قابوس، وعسى الله يحفظك. أمين يا رب. نروح لأستاذ الشرطة. يلا ننتقل سويا نحن وزوينة لأستاذ الشرطة بلوطية، ونطلب من كابتن أحمد خميس أنه يسدد لنا ضربة الجزاء الأولى بفقرة الاتصالات، والأولى أيضا بحلقتنا لليوم، لأن لحد الحين ما قدر ولا فريق أنهم يشكلوا خطر على الفريق المقابل. ما شاء الله، يعني حتى اليوم يعني اللعيبة من ملعب يعني كذا متزينين بالأوشحة العمانية، وأيضا يعني طبعا مثل ما ملاحظين كابتن أحمد خميس طالع لنا اليوم بنيو لوك ما شاء الله. يلا نريد الشباب يشدوا الهمة، ما نريد ولا متصل يخسر معانا اليوم. زوينة ما زلتي معي على الخط؟ أيوة. إن شاء الله يكون جول. إن شاء الله يكون هدف. من أولها أفا. شكرا يا عيسى، شكرا شكرا يا عيسى، ولكن للأسف عيسى قدر أنه يصد الكرة، بالتالي يا زوينة ما راح تفوزي معانا اليوم. لا اليوم يعني نحن كان مفروض ننبه على الحراس أنه حتى ما يقفوا عند الملعب، ولا إيش رأيكم؟ أنه يخلوا الملعب فاضي والهدافين يسجلوا. ما علي يا زوينة، شكرا على اتصالك وكل عام وانت بخير، ونستقبل اتصال جديد. السلام عليكم. شمسة مرحبا. أهلا. أهلا شمسة، كيف الحال؟ الحمد لله والله. حيات شاء الله، يا هلا وسهلا. مبارك. الحمد لله بخير، الله يسلمك، كل عام وانت بخير. وانت بخير. حابة تقولي شيء بمناسبة يوم النهضة؟ أهني مولاي جلالة السلطان إن شاء الله والله يحفظه. الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله. تفضلي شمسة، ننتقل معاك لأستاذ الشرطة بلوطية. إن شاء الله بالتوفيق لك، وإن شاء الله يكون حظك أفضل من حظ زوينة. إن شاء الله. سيف الحبسي هو اللي راح يتوجه لمنطقة الجزاء لتسديد ضربة الجزاء الخاصة فيكي، وإن شاء الله يقدر إنه يسددها وتفوزين معانا ب 250 ريال. إن شاء الله دعوات شوي. يستعد، وايضا محمود الخضوري يستعد للتسديد، وهدف. مبروك هدف، الله يبارك. مبروك يا شمسه، اول اهداف حلقتنا لليوم كان من نصيبك، واول 250 ريال ايضا من نصيبك، ونقول لك كل عام وانت بخير، ومبروك عليك ال 250 ريال. الله يبارك فيك، وانت بخير ان شاء الله. شكرا يا شمس على اتصالك، هدف جميل، وان شاء الله الاهداف القادمه تكون اجمل واحلى مع متصلينا. السلام عليكم. خميس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من وين تكلمنا خميس؟ من ولايه نزوه. يا هلا مرحبا فيك، حاب تقول كلمه بمناسبه يوم النهضه؟ والله نتقدم باسماء التهاني والتبريكات لداني عمان وللشعب العماني. الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله. آمين إن شاء الله. مستعد لضربة الجزاء؟ إن شاء الله. يلا راح ننتقل لأستاذ الشرطة بالوطية مع أحمد خميس اللي راح يسدد لك ضربة الجزاء التالية، بالتوفيق لك إن شاء الله. إن شاء الله. يستعد لتسديد ضربة الجزاء، وأيضا حارس مرمى الفريق الأحمر إن شاء الله هالمرة ما يقدر يصدها، عيسى الوهيبي.
يعني نقول إن عيسى شوية كذا يخف مهاراته علينا اليوم. مبروك هدف، مبروك عليك 250 ريال وشكرا على اتصالك، ألف ألف مبروك. هذه إعادة الهدف. اتصال جديد معانا، السلام عليكم. عاصم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا عاصم، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. كل عام وانت بخير. وانت طيب ان شاء الله. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله عاصم. حاب تقول شيء بمناسبة يوم النهضة المباركة؟ أني صاحب الجلالة بيوم النهضة والشعب العماني. كل عام وانت بخير يا عاصم. عاصم نروح معك لاستاد الشرطة بالوطية وتفضل، راح يسدد لك ضربة الجزاء سيف الحبسي. ان شاء الله سيف الحبسي. يا الله، تتوقع راح يسجل؟ ان شاء الله. قول قول يجيبه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا محمود الخضوري حارس مرمى الفريق الازرق راح يقابل سيف الحبسي لتسديد ضربة الجزاء. مبروك هدف. مبروك عليك 250 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، برنامج هدف. الله يبارك فيك، شكرا لك على اتصالك وكل عام وانت بخير. نواصل وننتقل لاخر اتصال معنا في حلقة اليوم. مرحبا علي. مساء النور استاذ ابتهال. يا هلا مرحبا علي، شو اخبارك؟ الحمد لله استاذ، طيبين الحمد لله. كل عام وانت بخير. ايام سعيدة ان شاء الله علينا وعليك يا رب. مستعد لضربة الجزاء؟ ممكن شوية تقدم بالتهاني أكيد أكيد طبعا تفضل. تقدم باسم آية التهاني وتبريكات إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة عبده الله ورعاه وإلى الشعب العماني كافة. كل عام وأنت بخير والله يحفظ قائدنا وولي أمرنا. نواصل وراح ننتقل معك الحين لمنطقة الجزاء مع أحمد خميس اللي راح يسدد لك ضربة الجزاء القادمة. يستعد وايضا عيسى الوهبي يستعد لتسديد الضربه. ايوه استاذ ابتهال. ايوه يا علي مستعد؟ ايوه مستعد مستعد. تتوقع هدف؟ ان شاء الله يكون هدف. ان شاء الله يكون هدف باذن الله. انت اخر متصل معانا وان شاء الله يكون حظك حلو معانا. يلا عسى يكون عسى يكون. هدف مبروك عليك 250 ريال. الحمد لله، الله يبارك في حياتي. ألف شكر لك على الاتصال وعلى التواصل. شكرا لك استاذ ابتهال. ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، تصرفهم بالهنا إن شاء الله. شكرا على اتصالك. بكذا تنتهي فقرة الاتصالات لليوم، مبروك لكل اللي فازوا معنا بالفقرة ونقول هارد لك للمتصلة الأولى اللي للأسف ما كان حظها كثير حلو معنا اليوم عشان تفوز، إن شاء الله تقدر تفوز معنا بالمرات القادمة. نذكركم أن كل اللي حب أنه يشارك معنا بالبرنامج كل اللي عليه يعمله يرسل لنا كلمة استوديو برسالة نصية قصيرة للتواجد معنا داخل الاستوديو، أما اللي حابين أنهم يشاركوا معنا عن طريق الهاتف يرسل لنا كلمة هدف وإن شاء الله يكون لنا نصيب بسماع صوتهم ومشاركتهم لنا بالبرنامج. نواصل معاكم الحين وهجمتنا القادمة راح تكون هجمة زرقاء. راح نشوف سؤالكم، خلونا نشوف سؤالهم الأول. كم عدد الجمعيات النسائية في السلطنة؟ 50 52 أو 54؟ 52.
52. للأسف الإجابة خاطئة، هم 54 جمعية. ما شاء الله يعني وهم في ازدياد. نكمل ونشوف الحين هجمة جديدة مع الفريق الأحمر. الفريق الأحمر، ايش تتوقعوا الهجمة القادمة راح تكون كيف؟ إن شاء الله من صالحنا. إن شاء الله، نبغى نشوف أهداف. يعني لحد الحين الفريق الأزرق رصيدهم متقدم عليكم ب 500 ريال وأنتم 250 ريال. نتمنى أنكم تجاوبوا بشكل أفضل إن شاء الله وتكون هجمتكم سريعة. إن شاء الله. إن شاء الله. نشوف السؤال. في أي ولاية تم تدشين كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ في الرشتاق، في نزوة أو في مناح؟ مناح. مناح صح، ولكم خانتين إلى الأمام. للأمام. 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 إيش تتوقعوا مخبيكم كابتن عامر؟ جزاء. ضربة جزاء إن شاء الله. إن شاء الله، خلونا نشوف. يا سلام كابتن عامر، فعلا ضبطت معاه هذه التوقع فعلا. راح ننتقل الحين لمنطقة الجزاء، وأول تهديد في حلقتنا لليوم لشباك الفريق الأزرق. الفريق الأزرق متوتر، ممكن الحين ندخل عليهم الهدف الأول. يا ترى إيش راح يصير مع كابتن سيف الحبسي وأيضا حارس مرمى الفريق الأزرق محمود الخضوري؟ إبراهيم إيش تتوقع؟ هدف إن شاء الله. كابتن عامر؟ هدف. هدف. أحمد؟ سيف الحبسي لاعب مخضرم، أكيد هدف. أكيد هدف، خلينا نشوف إن شاء الله يكون هدف، وإن شاء الله نفرح كلنا كذا بال300 ريال اللي راح تضاف لرصيدكم. وبعدين الفريق الأزرق يتشجع أكثر ويسجل. سيف الحبسي يستعد. يلا عاش سيف، عاش. وسيف الحبسي إن شاء الله يسجل الهدف. نشوف التسديدة. هدف، مبروك للفريق الأحمر، أول أهداف حلقتنا لليلة. وإن شاء الله هذا الهدف يتبعه أهداف كثيرة إن شاء الله. هذه الإعادة. والحين النتيجة صارت لصالح الفريق الأحمر، صارت نتيجتهم 1-0 ورصيدهم 650 ريال مقابل 500 ريال للفريق الأزرق. وإن شاء الله هذه التسديدة تحمس الفريق الأزرق أكثر، وإن شاء الله نشوف لكم هدف الحين بإذن الله. خلونا نشوف الحين هجمة زرقاء. الكرة راح ترجع لمنتصف الملعب. كابتن محمود، كيف تتوقع راح تكون هجمتكم القادمة؟ نتقدم للأمام يمكن. إن شاء هو ضروري تتقدموا للأمام بالهجمة، يعني هجمتكم ما راح ترجع لورا. بعد نوصل لمنطقة الجزاء. إن شاء الله. إن شاء الله. نشوف سؤالكم الأول. كم عدد الجوائز التي حصلت عليها السلطنة في معرض بورصة السفر العالمية 2013؟ 1، 2 أو 3؟ 3. ثلاثة. أيوه. صح. شلون؟ ونتقدم للأمام؟ ولا عندكم خطة ثانية؟ نتقدم للأمام؟ يلا، نتقدم إلى الأمام خطوتين. سيف إيش تتوقع مخبي لكم المربع؟ أتوقع ضربة جزاء. قبل شوي كابتن عامر أتوقع ضربة جزاء، وفعلاً ضبطت معاه وطلعت لهم ضربة جزاء وسجلوا عليكم هدف. الحين إن شاء الله يضبط توقعك. الله عسى. مع اني اشك ضربتين جزاء ورا بعض يعني شويه صعبه، بس خلينا نشوف. تابع اللعب، على الاقل ما في تراجع، في بدايه اول هجمه عملتوها كلها كان تراجع تراجع تراجع. يعني هالمره شكلها الكره بدت تحن علينا وتكرمنا كذا باشياء جميله، نواصل ونشوف سؤالكم التالي. في أي شهر ميلادي ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم؟ الله يحفظه ويطول بعمره. نوفمبر المجيد، فعلا الإجابة صحيحة. ولكم
مع هذا السؤال ضربة جزاء. ضربة جزاء، وتفضلوا لمنطقة جزاء الفريق الأحمر. يعني ما شاء الله شكلها الأهداف راح تكون ورا بعض. كابتن أحمد خميس يتوجه الآن لتسديد أول ضربة جزاء في شباك الفريق الأحمر لحلقتنا لليوم. وحارس مرمى الفريق الأحمر عيسى الوهيبي راح يحاول قدر المستطاع أنه يصد هذه الكرة على أساس ما توصل وعلى أساس ما يصير تعادل ويظل الفريق الأحمر متصدرين. ولكن تتوقعوا إيش محمد؟ نتمنى هدف إن شاء الله. تتمنى هدف، لكن إيش تتوقع؟ هدف. هدف، أيوة كذا. خليك واثق من حارسكم ومن هدافكم ونشوف التسديدة. وهدف، مبروك، هدف، هدف التعادل. وصلنا الحين متعادلين 1-1، مبروك التعادل. فريق الأحمر يعني لا تزعلوا واجد، حلو التعادل. كابتن الفريق الأحمر زعل من خبر التعادل. النتيجة إلى الآن 1-1 الفريقين، ولكن الفريق الأزرق متقدم بالرصيد حيث أن رصيدهم 1050 ريال، بينما الفريق الأحمر رصيدهم 650 ريال. كابتن عامر ممكن نشوف ابتسامة عشان كذا نكون متفائلين مع الهجمة القادمة. متفائلين إن شاء الله. إن شاء الله موفقين إن شاء الله. خلونا نشوف هجمة الفريق الأحمر. الكرة ترجع لمنتصف الملعب ونبدأ هجمة جديدة مع الفريق الأحمر. نشوف السؤال. في أي عام سمى جلالة السلطان المعظم شرطة عمان السلطانية بهذا الاسم؟ 1970، 74 أو 78؟ 74. الإجابة صحيحة ولكم خانتين. تمام. إلى الأمام. إلى الأمام. نعم القوة. نشوف إيش مخبت لكم الكرة هالمرة. تراجع خانة واحدة. ما عليه، أنتم ماشيين في الطريق السليم. والحمد لله يعني قاعدين تجاوبوا بشكل سليم. وما شاء الله يعني اليوم حظكم، يعني بصراحة أنا أغبطكم، وأتوقع أنه كل المتسابقين اللي شاركوا معنا بالبرنامج يقولوا حظهم اليوم أسئلتهم نوعا ما سهلة، لأنه يعني أكثرية الأسئلة أسئلة عمانية، وأكيد كل هذه المعلومات يعني مغروسة في داخلنا وصعب أن الواحد يغلط فيها. فإن شاء الله تغادرونا كذا بجائزة كبيرة وحلوة من برنامجنا وعيدية منه. خلونا نشوف الحين سؤال. ما الاسم الذي كان يعرف به الجيش السلطاني العماني من 1975 حتى 1990؟ حامية مسقط، قوات سلطان عمان البرية، أو جندرمات عمان؟ حماية مسقط. قوات سلطان عمان البرية. ما عليه، نواصل معاكم إن شاء الله، ولكن بناخذ فاصل قصير ونرجع لكم وهجمة جديدة. واضح جدا أني إنسانة هادئة، ولست مجنونة بالتسوق إلا قليلا، ولا أرتاد المطاعم إلا أغلب الأوقات. أحب أن أبقى لوحدي لكن مع العائلة. الرياضة ليست في بالي بل في دمي. الأفلام لا تستهويني إلا مرتين في اليوم. ابدأ قصة حياتك في أكويا درايف، أرقى ممشى تسوقي في دبي على امتداد 1.3 كيلومتر. دماك، عش حياة الرفاهية.
من هنا تبدأ أسطر الحكاية. تقاليدها راسخة كالجبال. أصالتها مضرب مثل في كل مكان. بساطتها ليس لها مثيل. لا حدود لكرمها. حاضرها مشرق متجدد. مهرجان صلالة السياحي 2014 من 30 من يوليو إلى 6 من سبتمبر. سلوى؟ لا مثري. شلون هي؟ ويا عيد شلون عيد تقولون هي؟ مساء النور. إيش هالبنات اللي كلها داجين؟ يعني بكم ركدوا ركدوا شوية. بنتي تعدي عمرها 20، حياتها تتغير، وإذا ما تغير حياتها للأفضل بعدين تقول يا ريت يا ريت. أي أتوقع بديت أفهم قصدك إيش يقول. على فكرة مريم أنت مش حابة بطلع معك. أنت عارفة الموضوع ده حساس ومحرج. وهي صفية أنا أطلع عليه بروحي؟ أكذب عليك. أنا احتاجت وقعت لحقيت أن ولدي هل الدعاي فعلي تشعني على حبة الجنة فرعي يا ريتك ما سألتنا زمان وسكت يا ريت اللي في القلوب فضل في القلوب 600 في الدين هتغور من على ظهر الدنيا مجهور خلوفتك بنات كنت ولد 7 سنين واقول الجمل اللي كدك 20 مرة نخ نخ انا اخر حتى منك انا طول في عيني طلة واحدة بس احس اني عايشة وربنا راضي عني حقك بس وارسم مبوي لي والبناتي وانت تشوفش مني غير كل اذى باين عليك يا ولدي ما تعرفش انا مين جايبنا تقلب في القديم اقعد على حيلك اقعد شتمته قدام الرجال وكسرت عينه اسكت يا سكن وانصتي تدلع مشاهدينا ومثل ما عودناكم إن في حلقتنا لليلة ومثل ما وعدناكم إن شاء الله رح نقوم بإجراء 10 سحوبات بمناسبة يوم النهضة المباركة 23 يوليو رح نبدأ الحين السحوبات معاكم فكل اللي رسلوا لنا رسائل للمشاركة بالسحب إن شاء الله يكونوا قاعدين يتابعونا وإن شاء الله نبارك لهم ونبارك للجميع بالفوز وبالربح معنا ببرنامج هدف نبدأ معاكم الحين بالسحوبات عشر أرقام راح نشوف صاحب الحظ الأول معنا اليوم مين راح يكون كل رقم راح يفوز معنا إن شاء الله ب200 ريال 9 6 2 6 3
صفر، ستة، سبعة. مبروك لصاحب الرقم 962630 6 7، مبروك عليك 200 ريال. باقي معانا 9 أرقام، بنشوف معاكم الرقم الثاني. يا ترى من راح يكون سعيد الحظ الثاني معانا في حلقتنا لليوم؟ هو صاحب الرقم 9 5 5 2 3 8 7 1. مبروك لصاحب الرقم 9 5 5 2 3 8 7 1، مبروك عليك 200 ريال. والرقم الثالث وسعيد الحظ الثالث معانا في حلقتنا لليوم هو صاحب الرقم 9 2 3 4 5. ايش هالارقام؟ 6 7 7. مبروك لصاحب الرقم 9 2 3 4 5 6 7 7. نواصل ونشوف رقم جديد، مين سعيد الحظ الرابع معانا؟ 9 2 3 5 1 3 1 7. مبروك لصاحب الرقم 9 2 9 5 1 3 1 7، مبروك عليك 200 ريال. الرقم الخامس وسعيد الحظ الخامس في حلقتنا لليوم، هذه الحلقة الاستثنائية والسحوبات الاستثنائية بمناسبة يوم النهضة المباركة، 9 3 5 3 7 7 2 3. مبروك لصاحب رقم 9 3 5 3 7 7 2 3، مبروك عليك 200 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان برنامج هدف. باقي معانا 5 أرقام، وهالخمس أرقام كل واحد منهم راح يفوز معانا إن شاء الله ب 200 ريال. نشوف الرقم السادس، 9 2 4 0 6 1 6. مبروك لصاحب الرقم 9 2 2 4 0 6 1 6، مبروك عليك 200 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. 10 سحوبات، كل سحب يفوز معنا ب 200 ريال، وباقي منهم 4 أرقام، مين راح يكونوا؟ راح نشوف صاحب الحظ السعيد رقم 7 راح يفوز معنا ب 200 ريال. 9 2 3 0 3 0 4 5. مبروك لصاحب الرقم 9 2 3 0 3 0 4 5. ألف 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 مبروك. نواصل نشوف رقم آخر، 9 5 4 3 6 7 8 5. مبروك لصاحب الرقم 9 5 4 3 6 7 8 5، مبروك عليك 200 ريال. بقي معنا رقمين، وهالرقمين أيضا راح يفوزوا معنا ب 200 ريال. خلونا نشوف الرقم التاسع، 9 8 5 6 6 1 2 1. مبروك لصاحب الرقم 9 8 5 6 6 1.
2-1 مبروك عليك 200 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان برنامج هدف. باقي آخر رقم وآخر سعيد حظ معنا إلى أن نقوم بإجراء السحب على 1000 ريال. خلونا نشوف الرقم الأخير بهذا الفرز. 9 7 5 2 2 8. مبروك لصاحب الرقم 9 9 5 7 5 2 2 8. وألف مبروك للفائزين 10 اللي فازوا معنا ب 200 ريال وهذا السحب الخاص والاستثنائي بمناسبة يوم النهضة المباركة. أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير، ورح نواصل معاكم وباقي معاكم ومعانا سحب أخير رح نقوم بإجراءه في نهاية الحلقة، وهالسحب رح يكون على 1000 ريال. بالتوفيق للجميع، ورح نواصل الحين مباراتنا. هجمتنا هي هجمة زرقاء. نشوف سؤالكم التالي. لأي جهة عسكرية تتبع فرقة الأوركسترا السيمفونية السلطانية؟ حرس السلطاني العماني. الإجابة صحيحة ولكم 3 خانات، بأي اتجاه حابين تتحركوا؟ أكيد إلى الأمام. أكيد إلى الأمام. يا ترى إيش مخبت لكم الكرة بهالمربع؟ انتقل خانتين إلى اليمين. يعني راح تضطروا ترجعوا خطوة واحدة على الأقل إلى جهة اليسار ونواصل ونشوف السؤال التالي. في أي عام التحق جلالة السلطان بالأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست؟ ما شاء الله عليكم، أسئلتكم سريعة وهجماتكم سريعة وواثقة، ما شاء الله أسئلتكم حلوة وأجوبتكم جميلة. ونشوف الخطوات الثلاثة بأي اتجاه. إذا رحتوا للأمام راح تضطروا ترجعوا للخلف يعني انا اقول احسن روحوا يسار خطوه. خطوتين للامام، خطوه لليسار وبعدها خطوه لليسار. نعم. وبكذا نكون وصلنا لحدود منطقه الجزاء. ايش تتوقعوا؟ بنتقدم من منطقه الجزاء بعدها يمكن. هي صح الكره كريمه اليوم شوي بس ما اتوقع لهالدرجه. خصوصا يعني كل ما نقترب اكثر من منطقة الجزاء كل ما تصعب المسألة اكثر. خلونا نشوف. انا حبيت امهد لكم. طيب بطاقة صفراء يعني راح ينقص من رصيدكم 100 ريال وراح تتوقفوا عن اللعب وتنتقل الهجمة منكم للفريق الاحمر. الفريق الأحمر مشواركم طويل لمنطقة جزاء الفريق الأزرق، الكرة راح تظل في نفس المكان وراح يتواصلوا من نفس النقطة وراح نشوف سؤالكم التالي. أين يوجد مقر متحف قوات السلطان المسلحة الذي افتتح عام 1988؟ بيت الفلج. ونشوف وانتو صح. محتاجين هذه الأجوبة السريعة عشان نوصل بشكل أسرع. لكم 3 خانات للأمام ولا؟ للأمام. للأمام. 3 خطوات إلى الأمام. نشوف إيش مخبي لكم هالمربع. انتقل خانة إلى اليسار. يعني طبعاً يسار الكرة يعني راح تضطروا ترجعوا خطوة إلى اليمين. نواصل ونشوف سؤالكم التالي. في أي جامعة أنشئ كرسي السلطان قابوس للغة العربية عام 1993؟ جامعة هارفارد، جامعة ملبورن أو جامعة جورج تاون؟ جورج تاون. صح. ولكم 2 خانات بأي اتجاه؟ للأمام. للأمام. إلى الأمام. وهالمرة إيش مخبي المربع يا ترى؟ تابع اللعب، بنتابع بشكل طبيعي وما راح يصير شيء ولا راح يتغير شيء. ونشوف السؤال التالي. أي
الفترة الانتخابية لمجلس الشورى شهدت أول رئيس للمجلس منتخب من الأعضاء. السابعة. يا سلام يا سلام، اليوم الهجمات ولا أروع. ثلاث خطوات للأمام. 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 لا رجوع. خلونا نشوف الكرة إيش مخبية. تقدم خانة واحدة، ممكن تروحوا لليمين. يمين يمين يمين. هذه ما فيها اختيار، عفوا. اوكي، الكنترول اهرب في دورنا. دائما نتقدم الى الامام، ما نرجع، ما نروح يمين. نعم. طيب الحين راح تضطروا ترجعوا خطوه الى الخلف، خطوه الى اليمين وخطوه الى الامام. ما يستوي يعني عرضيه؟ لا، ما يصير تهجموا من جهه اليمين او جهه اليسار، لازم من المربعات الثلاثه المقابله لمنطقه الجزاء. يمين ترى. احنا شرحنا لكم هذا نواصل. الشيء. نواصل. ما عليه، نواصل ونكمل الحين مع سؤال اخر. في أي عام أنشئت وزارة الإسكان باسم وزارة شؤون الأراضي؟ 1970، 1971 أو 1972؟ صح، ولكم خانتين. يعني خطوة إلى الخلف وخطوة إلى اليمين. أيوة كذا. خلينا نشوف إيش مخبت لكم الكرة. دفاع. في حالة الدفاع طبعا يتقدم احد لاعبي الفريق الازرق للدفاع عن الشباك، وتم ترشيح كابتن محمود. ايوه. لا شوي للخلف لو سمحت. نعم. المطلوب منكم، لان الظاهر لازم اذكركم بكل خطوة. لا لازم تتخطوا للدفاع على اساس تقدروا توصلوا، يعني بتحتاجوا خطوة لليمين وخطوة الى الامام. نحن معنا قناص، مهاجم قناص يعني. يا سلام، لا ما شاء الله عليكم، واضح من هجمتكم الاخيرة كنتوا رائعين. ما ينخاف عليكم. خلونا نشوف سؤالكم التالي. في أي عام تشكلت البحرية السلطانية العمانية؟ 68، 71، 75؟ 75. يا الله، الإجابة خاطئة، الإجابة صحيحة 71، مع أنه الهجمة كانت ولا أروع. ياخذ المدافع. شكرا. المدافع. المدافع، شفت كيف؟ الفريق الازرق قدر انه يدافع عن شباكه، وبكذا يقول شكرا لكابتن محمود على الدفاع، وشكرا للفريق الاحمر على الهجمه الرائعه اللي قدمتوها، كنتوا فعلا تستحقوا انه تسجلوا هدف، ولكن الكره دائما تخبي، يعني دائما احنا نجهل ايش تخبي الكره. راح نواصل الحين وننتقل لهجمه جديده مع الفريق الازرق. في الهجمة السابقة للفريق الأحمر مشوا مشوار طويل من منطقة الجزاء الخاصة فيهم لمنطقة جزاكم، ولكن ما توفقوا، والحين أنتم أيضا راح تكرروا نفس السيناريو، ولكن إن شاء الله تكون نهايتها أفضل إن شاء الله. نشوف سؤالكم الأول بهالهجمة. لجنة وطنية تتبع مجلس الدولة أنشئت عام 2011. لجنة إدارة الأزمات، لجنة الوطنية للشباب. اللجنة الوطنية للشباب. أيوه، اللجنة الوطنية للشباب. اللجنة الوطنية للشباب، صح؟ ثلاث خطوات للأمام. أكيد. ولا؟ أكيد راح نتقدم. تقدموا للأمام. نشوف إيش نخبيكم من المربع. تقدم ثلاث خانات، لا إيش هالكرم؟ هذه نادرة عندنا ترى. تفصلكم ثلاث خطوات فقط عن منطقة الجزاء. ركزوا بالسؤال وحاولوا تجاوبوا بأسرع وقت ممكن، وإن شاء الله بالتوفيق. نشوف سؤالكم التالي. في أي محافظة أمر جلالة السلطان بإنشاء مستشفى الفلاح؟ شمال الشرقية. جنوب الشرقية. البريم. جنوب الشرقية. الحين جنوب ولا شمال؟ جنوب الشرقية. جنوب. صح، ولكن لكم خانتين فقط. طيب رح خلونا نشوف. حبيت تحركوا للامام؟ نتقدم للامام. للامام. بنشوف ايش مخبي لكم مربع. انا اتوقع دفاع، قاعده اشوف سيناريو الهجمه اللي قبلها. يمكن تسلل او حاجه. خلونا نشوف. شفتوا؟ دفاع.
خلاص طيب. مين راح يدافع عن الملعب؟ احمد؟ احمد الحين لازم ترد لهم اياها. مدافع ايطالي. قبل شوي سرقوا منكم الهجمه. الحين دوركم. بالتوفيق. خلينا نشوف السؤال. كم عدد ولايات السلطنة؟ 62 61 62 62 هم 61. أنا قلت أنا لا رديت لهم إياها وبقوة بعد. شكرا كابتن أحمد. ما علي لا تزعلوا، يعني أحيانا الأخطاء تصير بأسهل الأسئلة. ما علي يعني شوية نشطنا ذاكرتكم أكثر وذكرناكم بعدد الولايات. نواصل الحين وننتقل لهجمة حمراء. نفس بدايتكم بالهجمة الأخيرة اللي عملتوها، ولكن إن شاء الله خطتكم الهجومية تكون أفضل هالمرة. نشوف سؤالكم. سد بمحافظة مسقط تبلغ سعته التخزينية 100 مليون متر مكعب. وادي ضيقة. وانتم صح ولكم 3 خطوات. للأمام؟ للأمام نعم. إن شاء الله. 3 خطوات إلى الأمام. نشوف ايش مخبي لكم هالمربع. الله! يا سلام! تقدم إلى منطقة الجزاء! مبروك! ألف 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 مبروك! وإن شاء الله نبارك لكم بالهدف! ننتقل الحين لأستاذ الشرطة بلوطية ونوجه كل الشكر والتقدير والتحية لشرطة عمان السلطانية على تعاونها معنا ببرنامج هدف بشكل يومي من أستاذ الشرطة بلوطية. سيف الحبسي ينتقل لمنطقة الجزاء، وأيضا كابتن وحارس مرمى الفريق الأزرق ينتقل لحماية الشباك في هذه الدقائق الأخيرة من الحلقة. محمود الخضوري، محمود الخضوري، سيف ومحمود ومحمد معتمدين عليك للصد تسديدة سيف الحبسي. بالتوفيق. أنا صراحة مع الأزرق، ما تزعلوا مني لأن أنا أحب التعادل. نشوف تسديدة سيف الحبسي وهدف، هدف جديد، هدف التقدم للفريق الأحمر. مبروك، ألف ألف مبروك للأحمر، هدف التقدم. لا ملعوبة ملعوبة، ومبروك عليكم الهدف الثاني. نتيجتنا لحد الحين 2-1 لصالح الفريق الأحمر، ورصيدهم صار 1700 ريال بينما رصيد الفريق الأزرق 1500 ريال. ما شاء الله لحد الحين الهجمات كلها هجمات قوية، والأهداف اللي شفناها اليوم أهداف جميلة، وراح نشوف الحين هجمة جديدة مع الفريق الأزرق. الكرة ترجع لمنتصف الملعب فريق الأزرق. هذه راح تكون آخر فرصة لكم للتعادل، فشدوا الهمة ونشوف السؤال. كم عدد الجمعيات الخيرية في السلطنة؟ 22 24 أو 26 26 26 خلينا مع العدد الأكبر. صح، مشت معنا بالبركة. إجابتكم صحيحة، وبنتقدم خطوتين إلى الأمام. نعم، خطوتين إلى الأمام ونشوف إيش مخبيكم المربع. توقف عن اللعب، وأصلاً انتهى وقت المباراة. ألف مبروك للفريق الأحمر، الفوز بهدفين مقابل هدف واحد للفريق الأزرق، ومبروك عليهم. راح يغادرون اليوم ب 1700 ريال، بينما الفريق الأزرق فراح ينقص من رصيدهم 300 ريال اللي حصلوا عليها من الهدف الوحيد اللي سجلوه اليوم، ولكن راح يغادرون أيضا بمبلغ جيد 1300 ريال. مبروك عليكم وكل عام وأنتم بخير. ما زال عندنا هدف، وما زال عندنا فرز أخير لابد أن نجري قبل أن نودعكم. عندنا الحين السحب الخاص
بالألف ريال، شخص واحد فقط راح يفوز معنا بالألف ريال في هذه الليلة المباركة. نشوف السحر ونشوف معاكم مين سعيد الحظ اللي راح يفرح معنا بألف ريال. تسعة، تسعة، ثلاثة، اثنين، واحد، تسعة، تسعة، أربعة. مبروك، ألف مبروك لصاحب الرقم تسعة تسعة ثلاثة اثنين واحد تسعة تسعة أربعة. مبروك عليك ألف ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان برنامج هدف، واحنا حاليا قاعدين نتصل فيه لنبارك له أو لها على الهواء مباشرة وإن شاء الله يردوا علينا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مين معاي؟ حمد سالم. حمد تعرف مين معاك؟ حمد سالم عمان بن أدري. تعرف أنا من؟ من يكلمك؟ أيوه. من؟ حمد سالم. مبروك عليك، معاك بدال الزجاري من تلفزيون سلطنة عمان برنامج هدف، مبروك عليك ألف ريال. فزت معانا بالسحب الخاص بيوم النهضة المباركة، ألف مبروك. الله يبارك فيكم، مشكورين، جزاكم الله خير. حاب تقول شيء بمناسبة يوم النهضة؟ نعم. حاب تقول كلمة بمناسبة يوم النهضة وفوزك بالألف ريال؟ نعم، هن مولانا حق طارق القرايلي حفظه الله وأبقى وأنا الشعب الأماني بالخير ولمن البركات إن شاء الله. امين يا رب. العام والجميع بالخير ان شاء الله. كل عام وانت بخير وشكرا على تواصلك. بخير ان شاء الله. ومبروك عليك الالف ريال، شكرا لك. الله يبارك، الله يبارك فيكم ان شاء الله. شكرا، تصرفون بالهنا ان شاء الله، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، مع نهاية حلقتنا من جديد نرفع اسميات التهاني والتبريك للمقام السامي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأدامه ذخرا لهذا الوطن الغالي. غدا نلقاكم إن شاء الله مع حلقة جديدة، إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الرحمن ورعايته وكل عام وأنتم بخير.